صدقت محكمة الاستئناف الباريسية اليوم على مذكرة التوقيف اللي صدرت السنة الماضية 23/11 على بشار الأسد وماهر الأسد بتهمة التواطؤ في جريمة ضد الإنسانية، وهي جريمة القصف بالأسلحة الكيميائية على السكان المدنيين بالغوطة الشرقية والغوطة الغربية بعام 2013. هذا اللي صار اليوم هو انتصار حقيقي، انتصار غير مسبوق للضحايا على إرادة المجرمين وعلى إرادة كل حدا حاول يحمي الطغمة الفاشية، الطغمة المجرمة الحاكمة بدمشق. بجوز حدا هلأ يقول انه ايه شو يعني هالحكي، هذا الحكي ما رح يتنفذ. بغض النظر عن نبرة التشاؤم عند كتير من السوريين بعد 13 سنة من وقوع هاي الجريمة، من وقوع جرائم كتير، بغض النظر عن هالنبرة نحن لازم نقول بعض الأشياء. أولا الإجراءات القضائية، الإجراءات اللي تتخذ بالدول الغربية إجراءات مو سهلة، بتحتاج لكتير كتير أشياء لتصير، وأنتم بتعرفوا أنه هذا القضاء هو قضاء لا يتعامل مع السلطات الحاكمة، بمعنى أنه مستقل. لما بيصدر قرار بإلقاء القبض على بشار الأسد يعني هو قرار حقيقي ممكن يحصل بأي وقت. أنتم بتعرفوا أنه في سابقة دكتاتور السودان البشير بالزمانات أصدرت بحقه هيك مذكرة، وهي المذكرة فور وقوع سلطته أو سقوط سلطته تم اعتقاله، وإلى اليوم هو معتقل في السودان. كثير من الدكتاتوريين، كثير من المجرمين أصدر بحقهم هيك مذكرات وخضعوا بلحظة من اللحظات لإجراءات مثل إلقاء القبض والتسليم للمحاكم اللي طلبتهم في حال محاكم بلدهم ما قدرت تحاكمهم. هاي التفاصيل فيها كتير من الإجراءات القانونية، لكن المسألة الأهم فيها أنه هي تنتصر للضحايا، تنتصر للناس اللي ماتوا. هدول الناس اللي نحن شفنا كيف تآمرت جهات متعددة حول العالم على أنه ينتسوا، ضل في حدا سوري وضل حدا من أهالي هدول الضحايا وراء القضية لحتى تم إصدار هذه المذكرة غير المسبوقة بحسب الكلام اللي أدلى فيه مازن درويش رئيس مركز السوري للإعلام وحرية التعبير اللي كان جزء من هاي العملية خلال السنة الماضية لما أصدرت المذكرة لأول مرة. اليوم بالمناسبة هو اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا التعذيب، ويمكن أفضل مباركة بتجي أو بدنا نقول أفضل مساهمة بهذا اليوم هو أن احنا ننبسط وننسر بالتصديق اللي صار اليوم بباريس. بالمناسبة هاي المذكرة تتضمن بشار الأسد وماهر الأسد ومعاهم اثنين من المجرمين اللي أثبتت المحكمة أو توفر لدى المحكمة أدلة على أنهم هن مساهمين بهاي الجريمة. واحد منهم هو العميد غسان عباس مدير الفرع 450 اللي هو مركز الدراسات والبحوث العلمية ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية العميد بسام الحسن. هدول مقدمة، نتمنى أنه تيجي وراها خطوات تانية لتستمر عملية المحاكمة وعملية مطاردة المجرمين اللي لحد هلأ الساعتهم على سدة الحكم في دمشق. الزمن ما بينسى الجرائم، حتى لو كان اللي ارتكبوها أو اللي شاركوا فيها عندهم حصانة. واللي صار اليوم مشان التوضيح للناس اللي رح يسألوا إنه الحكم صدر السنة الماضية، شو اللي صار اليوم؟ اللي صار اليوم هو إنه المدعي العام الباريسي نظر بالقضية أو طعن فيها أو حاول إنه يطعن فيها من باب إنه بشار الأسد هو رئيس جمهورية ما زال يتمتع بالحصانة، وأنه ما بيصير المحكمة الباريسية تصدر قرار بإلقاء القبض طالما هو يتمتع بهي الحصانة. اللي صار أنه المحكمة
قالت حتى لو كان هو يتمتع بالحصانة بوصفه رئيس للجمهورية، هذا لا يعني أنه هو غير مجرم وما لازم نلقي القبض عليه. قالت المحكمة بصريح العبارة لبشار الأسد، أنت مجرم ولازم يلقى القبض عليك حتى لو كنت بمنصبك رئيس للجمهورية. خطوة اليوم بتحبط كل محاولات البعض لتعويم نظام بشار الأسد وإعادة تدوير هالشخصية القذرة اللي دمرت الشعب السوري وألحقت الأذى بملايين وملايين السوريين وأدت لسقوط مئات الآلاف من الضحايا لسبب وحيد، هو أنه الشعب السوري ثار وقرر يطلب الحرية ويطلب أنه تنفتح الأبواب لمستقبل أفضل.